للحديث مشاهدينا عن مرض الصرع لدى الأطفال معنا عبر الهاتف من بيروت الدكتورة عبير هاني استشارية الأمراض العصبية للأطفال وداء الصرع بروفيسورة مساعدة في الجامعة الأمريكية في بيروت. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. أولا بشكل سريع دكتورة، نود تعريف المشاهدين بأسباب إصابة الأطفال بالصرع. مساء الخير وشكرا لاتصالكم. فإذا داء الصرع كما تحدث التقرير هو عبارة عن نوبات كهربائية نتيجة لإفرازات كهربائية زائدة في دماغ الطفل أو المريض. مسببات داء الصرع متعددة. بالدرجة الأولى علينا التأكد من عدم وجود سبب عضوي واضح مثل ورم في الدماغ، التهاب في الدماغ، نزيف في الدماغ، جلطة سابقة أو مستحدثة في الدماغ. ومن ثم هناك أسباب وراثية أحيانا أو جينية ممكن أن تسبب داء الصرع. نعم، طيب الصرع نوعان، جزئي وصرع عام بحسب ما علمت. في كلتا الحالتين دكتورة، ما أنسب الطرق للتعامل مع الأطفال المصابين بالصرع سواء من الأسرة أم من الأشخاص المحيطين بالطفل المصاب في المدرسة مثلا أو أي مكان آخر؟ طبعا طبعا، كما ذكرتي هناك نوعان من داء الصرع، الجزئي والكلي. في جميع حالات داء الصرع ينصح بمراقبة المريض المعرض للإصابة بالنوبات الكهربائية. عند حدوث النوبة الكهربائية سواء كانت جزئية أو كلية في المدرسة أو في المنزل أو في أي مكان آخر، يجب مراقبة المريض، تجنب وضع أي أغراض في فم المريض. هناك الخوف دائما من أن المريض سوف يبتلع لسانه، وهذه ليست، هذه خرافة، هذه ليست مقولة حقيقية. نعم. علينا فقط أن نراقب المريض، نعطيه وقته، وفي حال استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق ينصح بنقله فورا إلى المستشفى. طيب هلأ نعم دكتورة، بالإضافة أنه ذكرتي حضرتك هناك ممكن تكون أسباب عضوية لإصابة الطفل بالصرع، هناك أسباب خارجية، هل فعلا مثلا هز الطفل بقوة أو تلقيه ضربة قوية على الرأس وهو طفل صغير، هل يمكن أن يصيب بمرض الصرع كما هو شائع بين الناس؟ نعم، شكرا لك على هذا السؤال المهم. عادة إذا كانت الضربة خفيفة لا، ليس من المفترض أن تسبب داء الصرع. في حال الضربة القوية التي تسبب إغماء قوي ولفترة كبيرة وتسبب كدمة للرأس مثل كونتوجن، يمكن حينها أن تسبب في وقت لاحق داء الصرع، لكن ضربة خفيفة عابرة لا يجب. نعم. أن تسبب داء. ماذا عن هز الطفل دكتورة؟ هز الطفل طالما أنه ضمن الحدود الطبيعية بدون تعنيف أو بدون ضرب رأس الطفل بشكل متكرر لا يفترض أيضا أن يسبب داء الصرع. طيب هل يمكن دكتورة أن يشفى الطفل المصاب بالصرع من هذا المرض؟ نعم، أشارت الدراسات المتكررة أن معظم الأطفال أو تقريبا 70-75% من الأطفال الذين يصابون بداء الصرع يشفون منه في غضون 2 أو 3 سنين. وهناك نسبة قليلة من الأطفال التي تعاني من داء الصرع القوي أو الذي يكون معارض للأدوية التي نستخدمها. في هذه الأحيان القليلة تقريبا 20-30% من الحالات يمكن أن نحتاج إلى الاستمرار بالعلاج لفترة أطول. 70-75% من المصابين يمكن شفائهم، هل دور الأسرة، دعم الأسرة دكتورة يلعب دور أم هي فقط شفاء الطفل يعتمد على أخذ للأدوية؟ طبعا دعم الأسرة هو الأساس في كل ما سيحدث للطفل المصاب بداء الصرع. التزام واقتناع الأهل بأن داء الصرع هو مرض عضوي وبحاجة إلى دواء أساسي لإعطاء الدواء بشكل منتظم وبشكل دائم حتى يشفى المريض من داء الصرع. ومن ثم المريض قد يتعرض أحيانا أو الطفل للنقد، للحد من نشاطاته، وهنا أهمية وعي العائلة ودعمها. نعم. ودعم محيط الطفل لمنع هذا الداء من التأثير فيه وفي حياته المستقبلية. شكرا جزيلا لك، حدثتنا عبر الهاتف من بيروت الدكتورة عبير هاني استشارية الأمراض العصبية للأطفال وداء الصرع بروفيسورة مساعدة في الجامعة الأمريكية في بيروت.